في آخر تغريدة أعتقد لكم في تويتر أن 30 نوفمبر يذكرنا فرحة شعبنا الجنوبي بنيل استقلاله، وهذا اليوم يحمل دلالات كبيرة قادمة سوف تسعد وتفرح كل جنوبي، صح؟ ماذا يعني ذلك وما هي هذه المفاجأة؟ شوف، هو اللفظ المستخدم وهذا العيد سيترتب عليه، شفت كيف؟ مجموعة إجراءات أو بعده مجموعة إجراءات ستكون تخرج المجلس الانتقالي والحراك إلى إجراء مجموعة إجراءات عملية على الميدان. نحن مشينا مع التحالف في سبيل التهدئة، ومشينا مع التحالف حتى تنتهي مشكلة الحديدة، والآن مشكلة الحديدة تكاد تكون قاب قوسين منتهية، يا إما بالتدويل يا إما بتسليم الحديدة للحوثي. هنا سيكون لنا موقف آخر في تعاملنا مع الأحداث ومع الوضع القائم ومع الشرعية برمتها. مثل إيش يعني؟ ممكن يعني في مواجهات عسكرية؟ كل شيء مطروح ومفتوح. نحن في لقاءاتنا مع سفراء دول دائمة العضوية يطمنوا بأنه القضية الجنوبية موجودة وموجودة بقوة، ونفس الكلام يتكلم أيضا مستر جريفز، لكن حجم هذا الوجود أو هذا التأثير يتصدره بالدرجة الأساسية المبعوث مع هذه القوى التي ذكرتها الشرعية والحوثيين. أنا أود أن أنبه أنه فشل المبعوثين السابقين هو ناتج عن عدم أو تجاهل القضية الجنوبية برمتها، ونحن نعتقد أي تجاهل أو إهمال في عدم إدراج المجلس الانتقالي والجنوبيين الآخرين اللي يتفاوض معهم الآن واللي يتداول معهم القضية الجنوبية، تجاهلهم سيفشل كل الجهود التي تسعى نحو تحقيق السلام في اليمن. وأنا أقول وأؤكد باسم المجلس الانتقالي أنه نحن لا يمكن أن نفرط بدماء الشهداء الذين سقطوا مع دماء قوات التحالف في المعارك المختلفة لطرد الحوثيين وعناصر عفاش أثناء غزوهم للجنوب، ناهيك عن وجود هذه القوى العسكرية والأذرع العسكرية في كل الجبهات. حتى الآن هم أغلبية ساحقة من الجنوبيين وقدمنا آلاف الشهداء، ولا يمكن أن نتنازل في أي من القضايا التي يجري التماطل فيها، وبالتالي سنفرض هذا الكلام عندما تكون ضرورة له وفي الوقت المناسب. شيء ثاني، نحن حتى الآن لم نستلم دعوة بالرغم في إشارات أننا نحن موجودين. استلم دعوة من جريفيث. من جريفيث. ونفس الكلام الشرعية يعلنوا أنهم لم يستلموا الدعوة، لكن يجري مجاملة ومساومة الحوثيين بشكل حثيث من قبل المستر جريفز وأيضا القوى الدولية الأخرى. لا نعلم ما هو المقصود في هذه المسألة، وأنا أعتقد أنه الحرب ستستمر مهما أعطيت لها من طابع لإنهائه في فترة من الفترات، لكن طالما لم تطرح
القضية الجنوبية على الطاولة في مناقشاتهم من أول لقاء إلى آخر لقاء. سيكون أيضا الفشل يداوم المبعوث الأممي. مشاركين كطرف مش أساسي؟ لا، هو المعلن أنه كطرف أساسي، لكن في أي مرحلة هو يرتبها مستر جريفز. طيب، على سيرة مستر جريفز، قال أمس أن الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على ميناء الحديدة، كيف ترون ذلك؟ زي ما قلت قبل قليل، يعني أنه سيطول أمد الحرب. أنا بقول حاجة واحدة، هذا الكلام كان يفترض أن يطرح قبل أن تسال دماء ويقتلوا شهداء بفرض السلام من قبل الحوثيين باشتراك القوى العسكرية داخل مسرح العمليات. لكن أن يأتي هذا الكلام بعد كل هذه التضحيات والتقدم من أجل فرض الحوثيين أو إرغام الحوثيين في الجلوس لمائدة المحادثات، يأتي مبعوث الأمم المتحدة ويعطي طبق من ذهب للحوثيين بأنه ولا كأنه شيء صار خلال الفترة المنصرمة. وأنا أعتقد بدخول الأمم المتحدة لتدويل ميناء الحديدة هو تدويل قضية اليمن بشكل عام ومشكلة اليمن بشكل عام جنوبا وشمالا تحت إرادة القوى العظمى. هناك أنباء أن المجلس الانتقالي تلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية، هل هذا صحيح؟ نحن والسعودية أصلا شركاء في الحرب وشركاء في عاصفة الحزم والأمل وموجودين حتى اللحظة. ليس بغريب أن تقدم لنا دعوة، لكن عمليا لم نستلم دعوة. نحن من أول يوم، من قبل إعلان أولا التحالف، كنا نقاتل الحوثيين وأعوان عفاش داخل الجنوب. وبعد ما ظهر التحالف في مسرح العمليات كنا أول الناس في مقدمة الصفوف لمساندة التحالف، وأصبحنا شركاء في معركة عاصفة الحزم والأمل. لكن أنه في بعض الأحيان يكون لنا موقف معين من حكومة الشرعية وتصرفاتها، النهب بالمال العام والتجويع وإسقاط العملة، هذا يفترض أن يوجه للعدو وليس اللي انتشلوهم وجابوهم إلى سدة الحكم داخل الأرض. وبالتالي يتطلب مننا أمام شعبنا أن يكون لنا موقف منهم. نحن اعتبرنا بيان 3 أكتوبر هو بيان خارطة الطريق. صحيح المرة الأخيرة في 14 أكتوبر نحن انسحبنا من الاحتفالات لنروي التحالف حجم هذه القوى التي تدعي أنها موجودة على الأرض. وثاني حاجة، عدم تطبيق بيان 3 أكتوبر وهو أن نحجم النقابات والاتحادات في المرافق العملية للسيطرة عليها، كان بإعاز من المملكة العربية السعودية ثم الإمارات، وأيضا بإعاز من الدول 5 الدائمة العضوية، وطرحوا لنا أن كل مطالبكم سوف تتحقق باتخاذ إجراءات. لكن ما لمسناه أنه شلوا كوفية بندغر وجابوا لنا كوفية ثانية. كنتم باستمرار تتهمون الحكومة بالفساد ونهب إيرادات وثروات حضرموت وشبوة وميناء عدن وغيرها، هل لازالت هذه الاتهامات قائمة أم زالت بزوال بندغر؟ شوف، في تصريح لمعين أمس وهو تصريح مرن
يحدد فيه انه يعني كشف عن تغييرات، كشف عن تغييرات، كشف عن ايضا اسلوب العمل في الاتجاه الاقتصادي والخدمي. لكن الاتجاه العسكري والسياسي يحمله نائب الرئيس والرئيس عبد ربه منصور. تجزئة هذه المسؤولية هي ما حصلتش في العالم كله. رئيس حكومة معناته يتحمل كل الجوانب التي تشمل معنى حكومة. وجود وزير خارجية يمارس السياسة، السياسة الخارجية والداخلية، هو مرؤوس لمن؟ لرئيس الوزراء. وجود وزير الدفاع أو قيادات عسكرية أو وحدات عسكرية هي في آخر المطاف تخضع لرئيس الوزراء. فهذا ضحك على الضغون عمليا، ومرحلة تهدين أو مهدئات لشعبنا. وأنا أقول أن هذا الأسلوب آخر الأساليب المتبعة لإفشالها. في محافظة حضرموت يتم رفع الأعلام حق الجمهورية العربية اليمنية داخل شوارع المكلا وداخل شوارع المهرة وداخل شوارع سيئون، تحت حجة أن السعوديين هم اللي أمروا برفعها. السعوديين هذول ما لهمش دخل في الشأن الداخلي، هي يا إما شرعية يا إما ممثليها اللي موجودين داخل المحافظات هذه. ونحن ننبه بأننا سنطلق العنان وسنقلب الطاولة، أنا أؤكد هذا الكلام وأؤكد كلامي، سنقلب الطاولة عليهم. وبالتالي نحذر من هذه التصرفات الاستفزازية بين حين وحين آخر. نفس الكلام، الاستفزازات في جانب الشيء اللامنطقي في استصدار تخفيض قيمة العملة لصرف العملة الصعبة. تصدر يوميا من البنك المركزي قرارات بتخفيض 100 ريال 200 ريال عن سعر الصرف السابق لليوم الأول، بينما البضائع والمواد وكل الجوانب اللي تتعلق به لا زالت بنفس القيمة. فإيش من الحكومة هذه يعني؟ تجي تفرحك جنب لكن ما تأمن لك توازي هذا الكلام. شو بعدين؟ شوف أنا بقول لك حاجة الحين، هم الأذكياء، الحكومة الأذكياء ولا يا أخي وسط الشعب هذا علماء وخبراء وباحثين، لما يقول خفض قيمة المشتقات النفطية داخل عدن بس، بينما في المكلا 10,500 وداخل محافظة أبين 9,000 وداخل مارب 3,700. أنا أقول إنه نحن لازلنا نجاري هذه المسألة، نجاري معين كرئيس وزراء، لكن لن نجاري طاقمه الفاسد الذي أعطاه توجيهات أن يضعوا خطة لمئة يوم من أجل انتشال الواقع. يا أخي إيش من مئة يوم؟ الرجال ولف على سرقة ونهب، هذا الوزير أو ذاك، لا يمكن أن يكون في نيته الصادقة أن يصلح بعد الآن. وعليه نحن في هذه الاستفزازات والأمثلة اللي أعطيتك إياها لن نقف مكتوفي الأيدي، وبالتالي سنحمل التحالف وفيه المملكة العربية السعودية والإمارات بتحمل المسؤولية هذه اللي طلبوا مننا التهدئة على اعتبار الأمور بتصلح في الأيام القريبة القادمة.
ايش كانت مطالبكم يعني تشكيل حكومه جديده او شيء؟ نحن هي مطلبنا في الاخير ان يكون مطالبنا اهدافنا الرئيسيه هي الاستغلال واستعاده الدوله. لكن نقول في حاله الفشل لهذا الكلام يسلمونا اداره الجنوب مثل ما سلموا اداره الشمال للحوثيين. وكفانا شر المؤمنين، بطلوا الفلسفه الزايده من داخل الرياض ولا من داخل تركيا ولا من داخل مصر. نحن موجودين على الارض ونحن نتحمل المسؤوليه. نحن نشعر انه المجلس الانتقالي لديه مشروع متكامل البنيه. نحن حتى الى درجه واضعين مسوده صيغه دستور. جاهزين بمجالسنا المحليه، جاهزين لحكومه ظل. بس باغي ننقض ونشل حق الجنوب. التحالف ما خلانا. التحالف لا يريد اصلا يستخدم ضده فيتو، وعمليا هو الشرعيه ومكوناتها استخدمت ضده الفيتو ووصلته الى هذا الفشل الان القائم لاجراء حوار مع الحوثيين مباشره. والحوثيين لعلمك لا يريدوا حوار مع عبد الرب منصور وعلي محسن الاحمر. يريدوا يتحاوروا مع المملكه العربيه السعوديه. يريدوا يتحاوروا مع الامارات. ايوه. يريدوا يتحاوروا مع التحالف وليس بطلب من رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الجمهوريه. في حال مثلا لمس الجنوبيين ان مطالبهم الحقوقيه كلها نفذت، هل يمكن نقول مشاريع اقاليم او اقليميه او كونفدراليه؟ اذا انتزعنا استعاده الدوله سنجري نحن قد اسمه مجلس انتقالي، يعني انتزعتوا اداره الجنوب انا اقصد. هل ممكن تدخلوا مشاريع فدراليه مع لا الجنوب؟ نحن ملتزمين حتى الان بما جاء، لانه لم تحل مساله القضيه الجنوبيه. يعني احنا ايش نقدر نعلن دوله الجنوب؟ لا، هي بتسلم لنا إدارة الجنوب زي أعطوه إدارة الشمال للحوثيين، وزي ما يدافع الغرب والشرعية الآن على استعادة البناء للحوثيين نحن نشتي زيهم. بس درك محسوبين انقلابيين. والله شوف مصالح شعبنا مستعدين يسمونا حتى من بني إسرائيل بنصلح. هذا المجلس الانتقالي مسيطر على عدم وبقية المجلس الانتقالي يستند بدرجة أساسية إلى شعب الجنوب. نحن نقول نحن طليعة شعب الجنوب، وبالتالي إذا اتخذنا قرار معين شعب الجنوب ينصاع له مباشرة، لأننا نحن من الشعب وللشعب ونتصرف على هذا الأساس. يعني مش مسيطرين فعليا نقدر نقول. من جرب كذب. هل له علاقه بالقوات الجنوبيه التي تقاتل في الحديده وصعده؟ نحن نقول المقاومه الجنوبيه. المجلس الانتقالي هو قالب سياسي. اللي موجودين في صعده، اللي موجودين في الساحل الغربي، اللي موجودين نقاتل الان في الارض. هم كلهم جنوبيين برضه، هم يملكون رؤية خاصة بهم، ومهما عملوا من تكتيكات فهؤلاء لا يؤتمنون نهائيا. هو ما صارش تقارب حسب اعتقادي، لكن بحكم انه رجل مع الشرعية ورجل مع قطر ورجل مع السعودية ورجل مع الإمارات، هذا اللعب بالأوتار غير مجدي في لحظة من اللحظات، وبالتالي لازم يتحدد موقفهم. وأنا أجزم أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة لن تضع الكيس برباطه للأخوان المسلمين. ممكن تقول تقارب مؤقت يعني حتى
هو يا يحددوا موقفهم من مواقف معينة، يا أنهم بينتهوا مع إجراءات عملية تتخذها قوى التحالف بشكل كامل. يعني أن يكونوا معارضة لقوات التحالف لا يجوز وهم في إطار الشرعية، يا إما يكونوا معارضة وبالتالي تعلنها رسميا الشرعية أنها معارضة، يا إما يخرجوا من إطار الشرعية ويكونوا معارضة للتحالف وتواجد التحالف ويجد لهم تحالف آخر مع الحوثي. وأنا أعتقد أن هذا أقرب الحلول المطروحة أمامهم الآن. ولهذا لا أصلنا في اللقاء هذاك أنه تقارب بقدر ما هو توبيخ أكثر مما هو تقارب. أنا أشتي في نهاية حديثي هذا أولا أقدم امتناني لقناتكم الطيبة، وأيضا أقدم شكري وتقديري نيابة عن القائد عيدروس والمجلس الانتقالي إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. لازلنا أنا أكرر أن نحن حلفائهم ونحن عمقهم الاستراتيجي، ومن بيبيض وجههم في اللحظة المناسبة هم نحن اللي هو الجنوبيين أقصد، ومعهم المجلس الانتقالي. أتوجه أيضا مرة أخرى تهنئة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني، تقديرنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي عهده، ونقول له أنه نحن ندعمهم ونقف إلى جانبهم في المحنة التي يواجهوها والطعن من وراء من القوى التي هم يعرفوها تماما من هي. نحن نقف إلى جانبهم في السراء والضراء. تهانينا لشعبنا الجنوبي من باب المندب حتى المهرة وسقطرة بمناسبة عيد الاستقلال، ونأمل أن ستترتب عليه بعد هذه العيد إن شاء الله أمور لصالح الجنوبيين